أوضاع الآن عملية الهدم وتفاصيل حول ذلك؟ في الواقع عملية الهدم لا تزال مستمرة ومتواصلة، ومعها تقوم جرافات الاحتلال أيضا بتجريف أراضي زراعية في بلدة العيسوية في وسطها وفي المنطقة الشرقية منها، كما أفادنا محمد أبو الحمص من لجنة المتابعة في البلدة. قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية عند الساعة 4 فجرا بأعداد ضخمة من الجنود، أغلقت موقع الهدم وشرعت بهدم بناية مكونة من طابقين وتشتمل على وحدات تجارية تعود بالمواطن عبد الله حمدان. استعانت قوات الاحتلال بحمولة حافلتين من طواقم الهدم التابعة للبلدية لتفرغ البناية من محتوياتها ومن قاطنيها. بعد ذلك توجهت تلك الطواقم إلى المنطقة الشرقية من البلدة حيث جرفت أراضي زراعية هناك وهدمت منشآت في ذات المنطقة، فيما لا تزال قوات الاحتلال تغلق مداخل البلدة وتمنع الدخول إلى مواقع الهدم والتجريف. كما كنا تحدثنا سابقا، كانت طواقم مشتركة من البلدية وشرطة الاحتلال نفذت على مدى الأيام الماضية حملات من الدهم تم خلالها تصوير منازل في البلدة وتسليم إخطارات هدم، والأمر ذاته ينطبق على أحياء عدة في المدينة المقدسة حيث صعدت سلطات الاحتلال من سياسة الهدم. في التطورات الأخرى أيضا المتعلقة بالمسجد الأقصى، شهدنا قبل قليل بدء الجولة الأولى من الاقتحامات حيث شارك فيها عشرات المستوطنين المتطرفين، كان نحو 90 مستوطنا شاركوا في اقتحامات يوم أمس. إضافة إلى ذلك كان هناك إغلاق فجر هذا اليوم لحاجز جمع شمال شرق القدس المحتلة للخارجين من مدينة رام الله باتجاه مناطق الجنوب. هذا الإجراء ترافق مع تجديد القيود على حركة انتقال المواطنين في تلك المنطقة. نعم، شكرا جزيلا لك محمد عبد ربو مراسلنا في القدس المحتلة على كل هذه